زين، هاي احنا شرحية قبل، ف احنا عندنا قلنا بالانستيجيا الاحداث اللي تمر عندنا اول شيء لازم نسوي اندكشن، والاندكشن يكون عن طريق الاي في بولس، وبعدين المينتننس، والمينتننس اما نستخدم كونتينيوس اي دي انفيوجن او ممكن انه نستخدم ال كونتينيوس اي في انفيوجن او نستخدم الغاز انستيجيا. هدف الاندكشن انه نعبر الى ستيج 3 بشكل مباشر بدون انه نتوقف بستيج 2، فلهذا بالاندكشن الأدوية بها rapid onset of action، وهدف المينتنس انه نبقى بستيج 3، يعني المهم انه لا نصعد لستيج 4 اللي بي كارديو فاسكولار ديبريشن ولا ننزل لستيج 2 خلال الانستيجي. وبالاخير يصير عندنا ريكفري، الريكفري خلال الريكفري يرجع باكورد، فهم نريد الريكفري تكون سريعه بحيث ما نوقف بستيج 2 اللي هو بي اكسايتمنت ستيج. فنريد الريكفري تكون سريعه، نريد الانست يكون سريع، ونريد بنفس الوقت ما نعبر الستيج 4. فهاي ممكن نحققها عن طريق الاندكشن والمينتننس. الاندكشن انه نعطي الادويه اي في بولس، مينتننس نعطيها على شكل غاز انستيجي. هسه عندنا هذا السلايد، هذا يوضح لنا الأدوية اللي نستخدمها بالإندكشن. طبعا أدوية الإندكشن مو مثل أدوية المينتنس مال الأنستيجي. الإندكشن أكو عندنا بعض الأدوية نعطي أي في واللي هي موجودة بهذا التيبل، فتنقسم نوعين، قسم منها جابا أجونست وقسم نون جابا أجونست. الجابا أجونست مثلا البروبوفول أو الألترا شورت أكتينج باربيتشوريت اللي إحنا أخذنا من عند الثايوبنتال، وأخذناها هاي، أخذنا الخاص بالباربيتشوريت تقسيماتها، قسمناها إلى ألترا شورت وشورت وإنترميديت ولونج. الألترا شورت هي ممكن نستخدمها للإندكشن أوف أنستيجيا. وعندنا البنزودايزابينز، قلنا يا نوع من البنزودايزابين نستخدمها بالأنستيجيا بالإندكشن شورت، والايتوميديت هاي كلها تشتغل على الجابا. اكو ادويه ما تشتغل على الجابا، اللي هي نوعين. عندنا النوع الاول هو يشتغل الفا 2 بري سينابتيك الفا 2 اغونست، وهذا بما انه يشتغل بري سينابتيك الفا 2 اغونست اللي هو ديكس ميتومدين. وعندنا NMDA antagonist اللي هو الكيتامين. قلنا هذا الكيتامين ممكن انه يسوي لنا اندكشن انستيجيا، بس يا انستيجيا يسوي لنا شلون تكون؟ شو اسمها؟ تذكروها؟ انستيجيا. هذا ال NMDA، هذا الاثنين الميكانيزمات مالتها مو على الجابا، تشتغل على غير الجابا. الكيتامين على ال NMDA والديكسميتوميدين يشتغل على البريسينابتيك الفا 2. هذا البريسينابتيك الفا 2 هو يسوي لنا يشتغل على نيجاتيف فيدباك مال ادرينرجيك نيورون. هسه هاي الادويه مال الاندكشن تفاصيلها بالسلايدات اللي وراها تشوفوها. هذا سلايد 38 اللي تشوفوه وياي نور، اي هذا ما داخل، هذا 39 ما داخل، 40 ما داخل، تفاصيلها ما اريدها، بس المهم تعرفون ان هي يا كاتيجوري. الان نجي للقاس انستيجيا، القاس هاي داخله.
اني ما داخل التفاصيل مالتها. احنا عندنا هذا بس هذا عندك الكلاسيفيكيشن، يعني الادويه تعرفها انه هي تستخدم الاندكشن اوف اي في انستيزيا، هذا الجدول مهم. وراها اكو تفاصيل عن كل وحده منهم، عن ايتوميديت، عن بروبوفول، عن التراشوغاكتيم اربيتشوريت، هاي التفاصيل مواليد. هسه وضحت سلايد 38 39 40 مداخلات، هذا هم مداخل، هذا تابع للأوبيويد، وخذنا حكينا على الفنتانيل بالأوبيويد بالعملية، والأوبيويد هم مداخل، يعني سلايد 42 من 42 وفوق داخل.